قول لي الماتش اليوم دابا راه غادي واش غنربحوا ولا غنتعادلوا ولا شنو النتيجة؟ نروحوا اليوم. واش على واش بنيتي؟ كيفاش؟ على واش بنيتي زعما شنو هو انا كنعتقد اولا التوقيت ديال المقابلة ممتاز، يعني ما غيكونش عائق مناخ الفريق الوطني المغربي. ثانيا الفريق الوطني المغربي في اللقاء التالي يعني ادرك بان انه ارتكب اخطاء ولم يدبر اللقاء بشكل جيد، وبالتالي انه اليوم سيتم تصحيح كل الاخطاء. المنتخب المغربي مفروض عليه انتصار باش يحافظ على الصداره ديال الترتيب باش يبقى في المدينه ديالو ما يتنكرش. والمنتخب المغربي عنده امكانيات بشريه كثيره لانها تسمح له باش يفوز في هذا اللقاء. ايضا وليد الركراكي غادي يحاول يكفر على ما وقع فيه او ما سقط فيه من اخطاء تقنيه في اللقاء السابق، وغتكون مقابله ان شاء الله ممتازه جدا للفريق الوطني المغربي بحضور الجمهور المغربي وبحضور جمهور كوت ديفوار، لان الانتصار ديال الفريق الوطني المغربي يضمن التاهيل لكوت ديفوار، اي نتيجه اخرى لا يضمن التاهيل لكوت ديفوار. سي المغربي، واش هذيك مثلا ما وقع في الماتش ديال الكونغو مع المغرب، يعني كاين اللي كيقول بانها عادي الضغط والضغط على اللاعبين، الضغط على المدرب لانه جايب ذاك الشرف ديال قطر، ويعني واش ماشي سلوكات عاديه ما وقع مع اوناحي، ما وقع مع النصيري، ما وقع مع مثلا وليد الكراكي، هذه كلها سلوكات يعني يمكن تفهم. لا انا كتكون عاديه ملي كيكون مع اطراف عاديه، ولكن ملي كنكون شخصيه من قيمه وليد الركراكي اللي هي شخصيه كبيره وكبيره، لا في اخلاقه ولا في تربيته لا في شخصيته ولا غير ذلك، انا ما كانش مسموح لي نهائيا يسقط في ديك الخطا. باش يكون عادي بين لاعب ولاعب نقبلها، باش يكون بمدرب عادي مع مدرب عادي مقبل، ولكن باش يكون مع قيمه وليد الركراكي لان عنده مكانه كبيره وكبيره في الساحه الافريقيه وفي الساحه العالميه، كان يكون اكثر ضبطا لاعصابه وكان يكون اكثر حكمه وحكمه في ذيك اللقاء. والدليل على ذلك هو ان في الندوه الصحفيه التقديميه للمقابله ديال اليوم راه قال انا من الان فصاعدا غادي نبقى ملي يسالي الماتش نسلم على المدرب ونسلم على الحكم ونمشي بحالي. وانا اعتقد بان هذا درس استفاد منه وكان في غايه النصح، وهو يعترف بشكل ضمني لانه اخطا في اللقاء ديال الكونغو الديمقراطيه. سي المغربي ما يمكنش ما نستغلش هذه الفرصه معك ونسولك، الجزائر كان متوقع هذه الهزيمه، واش فاجئكم المنتخب الموريتاني؟ لا انا ما فاجئنيش المنتخب الموريتاني، لان انا متبع الكره الموريتانيه، لان كاين واحد التحول كبير واحد التغيير كبير داخل كره القدم بموريتانيا. هم الان يستفيدون من التجربه المغربيه، يعني حتى الدوله الموريتانيه دخلت الاستثمار داخل كره القدم الموريتانيا، وبالتالي ان رئيس الاتحاد الموريتاني انا كنعتقد انه غادي بخطه ثابته على مستوى التاهيل والتطوير ديال كره القدم داخل موريتانيا. المنتخب الجزائري انا صراحه ماشي كنت نقول ما غيتقصاش، ولكن كنت نقول لان المنتخب الجزائري هو ضحيه اعلام الجزائر، هو لان اعلام الجزائر بدلا من ان يركز على منتخبه ويركز على تصحيح الاخطاء اللي كاينه داخل المنتخب ويركز على شنو خص يدير المنتخب الجزائري، اصبح يركز اكثر على النجاح ديال المغرب. وهنا الاعلام الجزائري خرج عن السياق الحقيقي اللي خصو يشتغل فيه، في حين ان في الاعلام المغربي احنا عندنا نجاحات، فوزي القجح غادي نجح وباقي كننتقدوه وباقي كننبهوه وباقي كنصحوا في كره القدم الوطني، وانا اعتقد ان هذه ميزه تميز الاعلام المغربي. انا شخصيا كنقول من 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 ضحايا المنتخب الجزائري هو ضحيه اوتوماتيكيه لاعلام خرج عن سياق كرة القدم، وأصبح همه الوحيد هو متابعة الكرة المغربية، هو التحريض على الكرة المغربية، وهو أيضا تحريب أزمة الكرة الجزائرية والهروب من المناقشة الحقيقية للكرة الجزائرية. النتيجة غنختم معاك، بغيت شي نتيجة، شحال النتيجة توقعها اليوم؟ يمن المغرب وزامبيا، النتيجة هو جيسبر يكون 3-0. كاين حدود 3-0 كاين؟ لا ان شاء الله علاش لا؟
شكرا لك بزاف السي المغودي، وباقي الموعد ديالنا قائم ان شاء الله نستضيفك هنا في الاستوديو. لا شوف انا غادي نجي عندك للاستديو، ولكن غتخلي لي الفرصه حتى للعشيه، لان باقي كاينه شي شويه عندي شي 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 شغاله في السينما. يلا الله يسر الامور، وتحيه السي المغودي. تحيه.